بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع، بالتاكيد فقره مهمه جدا، فقره هنتكلم في قضايا، هنتكلم في ملفات، هنتكلم في الكوره كمان بشكل فني وارقام وحاجات مهمه جدا بالنسبه للمشاهدين خلال الفتره الجايه، خاصه ان شهر ابريل او شهر فبراير مليء بالاحداث الكثيره، مباريات محليه، مباريات افريقيه، فبالتالي رزنامه واجنده مليئه بالمباريات الكبيره اللي بالتاكيد هتكون حاسمه في بعض الملفات المتعلقه بنهايه هذا الموسم، لكن كلها جت مبكرا سواء في السوبر او في الدوري او حتى المعترك الافريقي مباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا. لذلك في هذه الفقره برحب باحد نجوم التحليل واحد المحللين اللي بجد انا على المستوى الشخصي بسعد دايما لما بسمعه لما بتفرج عليه، وبالتاكيد النهارده بسعد بوجودي معاه لان النهارده هنقدم وجبه كرويه دسمه فنيه وتحليليه عن المستجدات الرياضيه وعن كره القدم ايضا بشكل خاص. ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد. استاذ كريم منور الدنيا وسعيد جدا بوجودي معاك. مساء الخير يا محمد، مساء الخير كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وسعيد جدا جدا ان اكون معاك على الهواء. طيب طبعا احنا بنتكلم في توقيت مهم جدا لان نعم. الجماهير خلال هذا الشهر تحديدا شهر فبراير طبعا كل الاحداث الافريقيه والعربيه والمحليه جايه في هذا الشهر. نعم. وكانه هو نهايه الموسم اللي هيبقى في شهر مايو. صحيح. لكن شاءت الظروف والاقدار سواء في ترتيب المباريات او كده. نعم. مباراه المصري بكره مباراه صعبه طبعا، بتحاول تكمل سلسله الانتصارات طبعا، عندك مباريات قمه مع الزمالك في السوبر والدوري. نعم. اوان برؤيتك شايف الاحداث دي وشايف المباريات دي بتوقيتاتها، كيف تنظر لها وكيف تقيمها في هذا التوقيت؟ شوف طبعا النادي الاهلي كعادته بيلعب على كذا صعيد في نفس الوقت، يعني النادي الاهلي دايما متعود ان هو بيلعب في الدوري وبيلعب في افريقيا، وساعات كان ماتشات الكاس كمان كانت بتخش ما بينهم، وبالتالي النادي الاهلي المفروض هو من الانديه في بدايه الموسم هو حتى بيختار قائمته دايما بيختار قائمه ان هي تقدر يعني في اخر الموسم يلعبها كلها. النادي الاهلي بيحاول في اخر الموسم ممكن تلاقي ان ال 30 لعيب كلهم لعبوا حتى كمان بالخمسه المتأيدين جداد السنه دي، احنا بنتكلم على قائمه 35 لعيب. احلى حاجه في النادي الاهلي السنه دي ان فعلا فايلر اثبت ان الروتيشن مش اجهاد. احنا متعودين الكليشيه بتاعنا او احنا اتربينا على كده بصراحه، المدير الفني لما بيعمل روتيشن او بيعمل احلال وتبديل في الموسم ده بسبب ان هو عايز يريح بعض اللعيبه، وعشان كمان اللعيبه الاساسيه اللي عنده بيبقوا مجهدين. لا، الراجل غير لنا المفهوم عن الروتيشن، ان انت النهارده بتعمل روتيشن عشان البديل يبقى زي الاساسي، بدليل المباراه الاخيره قدام نادي طلائع الجيش، واحده من امتع المباريات بصراحه. بعيد ان انت ممكن تبقى بتحب الاهلي او ما بتحبش او بتشجع الاهلي ما بتشجعش الاهلي، الماتش فعلا بتتفرج عليه ماتش ممتع، ماتش ممتع، بتتكلم تقريبا كل دقيقه في هجمتين، يعني مش بقول لك بس هجمه واحده، حتى النادي الاهلي في بالظبط قعد اربع دقائق في نهايه الشوط الاول عمل هجمه كومبو كده، عارف هي هجمه بتروح من ضد جزاء نادي الجيش ترتد، النادي الاهلي يسترجعها يوديها للطرف تترفع، نادي طلائع الجيش طلعها ترجع تاني، فده بيوريك ان النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي ساعات في المباراه دي كان مريح ناس كتير يا محمد، فانت بتتكلم ان طبعا يعني هستعرض مثلا مفهوم الروتيشن في ماتش الجيش، بس اللي عايز اقوله يعني الشهر ده النادي الاهلي بيستفيد من اسلوب فايلر، ان انت عندك مباراه المصري بعديها مباراه السوبر بعديها مباراه الدوري اللي لسه الله اعلم هتتلعب ولا لا، واخيرا طبعا مباراة الذهاب قدام سان داونز، وهي مباراة اللي كلنا طبعا بنستناها. أكيد. طيب دخلت في موضوع مهم جدا. نعم. وأنا من وجهة نظري ومن خلال وجهة نظر كل المتابعين والمحللين أن انتصارات الأهلي مش في الثلاث نقاط، انتصارات الأهلي في القيمة الفنية مع مدرب بيغير فلسفة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة. طبعا. فكرة أن هو يستبدل أربع خمس لاعبين في مباراة طلائع الجيش، الإيقاع واحد بل بالعكس زاد في المباراة، التغييرات الهجوميه غيرت في المراكز وبدلت فيها ومع ذلك الايقاع زاد اكتر والفرص زادت اكتر والاهداف ونسبه الحاصل الاهداف زادت. نعم. ما تاثرتش باي شيء، والراجل قال في تصريحاته للمؤتمر الصحفي ردا على هذا الموضوع قال بتعامل في الحاله الذهنيه اولا والتركيز الشديد والتعامل الفني مع التيم بالكامل، لا في فرق بين لاعب اساسي واحتياطي. طب بص طبعا فايلر في مؤتمراته بقت يعني مؤتمراته بقت حلوه ممتعه زي الماتش. لا بص مؤتمر فايلر بصراحه بيفكرني بمؤتمر مانو جوزي، واحد من المؤتمرات اللي انت بتستناها عشان تسمع جوزي لحد ما عارف كان ايه، كان صدامي شويه مع الساده الاعلاميين فكان الناس بتحب تتفرج عليه عشان الحته دي. فايلر لا، فايلر احلى حاجه فيه بصراحه ما بيدكش اي رياكشن، ما بيدكش اي دليل على شغله، لا ما بتعرفش، هو بيديك كلمه عامه ما بيحبش الكلمه الفنيه خالص، بس تعالى وانت كده سريعا نمثل
ان احنا الجهاز الفني للنادي الاهلي بنعمل سكاوت لماتش الجيش قبليه ونفهم الخمسه اللي فايلر غيرهم دول وبدلهم كان فعلا بيريحهم ولا فعلا نزل الناس الجديده لاستفاده فنيه. ببساطه نادي طلع الجيش احنا طبعا عارفين نادي طلع الجيش كابتن عبد الحميد طبعا مدرب ممتاز جدا ومحترم وله عقليه جميله طبعا كلنا بنحترمها. هو بيلعب بالباك يمين بتاعه عبد الرحمن زولا، واللي يعرف زولا من ايام بتروجيت عارف ان هو بلاي ميكر، يعني هيعمل تحليل الفريده هيعرف ان الراجل ده اصلا كان بلاي ميكر. حتى انت لما تبص لجسم زولا صعب قوي انت تحطه في الباك، يعني هو موظفه السنه دي كابتن عبد الحميد السيوني لما جه بدل الكابتن طارق يحيى. ونشوف عبد الرحمن زولا عنده مشكله في النقطه الدفاعيه، انه دايما بيطير. هو طبع اللعيب يا محمد المهاجم بيتخيل دايما مهما تحطه فين هو دايما هيجري هيطير وعايز يرقص المهم انا ببساطه لو جينا عملنا الشو اللي احنا عايزين نمثله ده وشفنا اكتر حته انت عايز تلعب عليها في فريق طلع الجيش تلعب على الباك اليمين. ليه؟ لعيب ضعيف بدنيا، لعيب بيطير كتير وبيهاجم، فهتحتاج عليه لعيب سريع. لما نيجي نبص كده اسرع لعيب في اطراف النادي الاهلي والمهاجمين مين هو؟ جيرالدو اساسي احتياطي. مش ده السؤال دلوقتي، احنا بنسال سؤال محدد ومباشر، مين اسرع واحد عندنا؟ جيرالدو. يبقى ببساطه تحديدا في الجبهه اليسرى بالظبط. يبقى جيرالدو، وحتى ساعات برضه جيرالدو بيلعب بيمين لما حتى ما كان مع انجولا بيلعب بيمين. بس في الاخر اللي في النادي الاهلي يا محمد دلوقتي بيبص على الاطراف، ما حدش هيسال مين يمين ومين شمال، بيبدلوا شويه بتلعب يمين شويه تلعب شمال، ممكن حتى تلعب رقم 10، ما بتسالش انت بتنفذ اللي بيطلب منك. فبالتالي هو فايا جه اختار جيرالدو عشان يحطه على زولا، كانت تغييره حلوه قوي. طيب الحاجه الثانيه لما يجي تبص عليها، طيب انا لو حطيت جيرالدو هل النهارده ينفع العبه جنب مروان؟ انا اقول لك لا، مش تبقى لطيفه. ليه بقى؟ الايقاع. نعم؟ الايقاع. برافو عليك، عشان الايقاع، عشان تناسب السرعات. انا النهارده لا، لو حطيت مروان هيبقى هقلل السرعه بس هقوي حته محطه اللعب. لا دي مش عايزها في الحته دي، انا هحط اجاي لحد ما لعيب سريع ويلعب هو المهاجم، واحط جيرالدو على الشمال وابدا اخترق الجبهه دي واخلي دايما الماتش مايل على الجبهه دي. ممكن استخدم احمد الشيخ في بعض الحالات اللي بحتاج فيها فكره واحد على واحد، واحنا شرحناها دايما فايلر في اطراف النادي الاهلي بيلعب بطرفين مختلفين في اللعب، بيلعب واحد سريع دريبلر بياخد الكره ويجري، وبيلعب واحد ممكن يضم، وبيلعب واحد مهاري سكيلر زي رمضان صبحي او احمد الشيخ. وبالتالي لما رمضان يعني اتصاب وان شاء الله نتمنى له طبعا سرعه العوده باذن الله، بدا الاعتماد على احمد الشيخ عشان فكره المهاره الفرديه. وبالتالي شفنا الشوط الاول وان سايد جيم ترجمه. السؤال بقى جيرالدو، انت لما شفته مثلا افترضت بتشوفه اول مره، هل تقدر تقول لي ان ده لعيب بديل اول مره يشارك من فتره طويله؟ اطلاقا. هتقول لي لا، ده الراجل اللي في الملعب. هي دي الفكره بتاعت الروتيشن، ان الراجل بدا يعود اللعيبه كلها، ال 30 لعيب عندي كل واحد يجيب اقصى ما عنده، زي ما كده كلنا كده بنروح الجيم، فتبدا في نوع من المدربين يقول لك لا انا عايز، بص بقى يا جماعه كلنا هنرفع نفس الاوزان، يلا بينا بقى، كله هيبقى نفس المستوى. بالزبط. اللي يقع يقع. اللي يقع يقع. طيب مش مندهش من في فكره الايقاع الفني، لا كمان. نعم. في نقطه مهمه جدا قالها. أي. قال لك التركيز والتحضير الذهني. طب. وعقليه اللعيبه في اوروبا والكره في اوروبا دلوقتي حاليا بقت تعتمد على فكره التركيز والتحضير الذهني قبل الشغل الفني. طب شوف التحضير الذهني للعيب اوله الانضباط، انصياع لكل كلمات المدير الفني واوامره، بمعنى انا النهارده عقلي فين؟ ندي مثلا بسيط جدا، اللعيب المصري دايما من اللعيبه المزاجيه، يعني اللي هو مثلا يحب ويكره، في بعض المواقف ممكن تاثر عليه، لو عنده موقف حصل بره الملعب ممكن تلاقيه مأثر في ادائه، ده طبيعتنا. هو بيتاثر بالاجواء الحته كمان. دي عندنا زياده، هتلاقينا كده بالظبط كده زي الطليان، زي البرتغال، زي امريكا الجنوبيه، احنا نفس زي اليونان، نفس المنتاليتي حتى الاسبان، نفس المنتاليتي بالظبط. يعني بالظبط حتى كمجتمع. فبالتالي هو انت النهارده بتحتاج ايه؟ بتحتاج مدير فني بنوعيه معينه يقدر يسيطر بص يا جماعه احنا جايين نشتغل، وكل ما انت هتجتهد في التمرينات وكل كمان ما بتجتهد ذهنيا في فهم اللي انا عايزه، ما انت ممكن تجتهد فعلا بدنيا على فكره، ممكن تتعب كويس جدا. تمام. بس ذهنيا ما تقدرش تنفذ. ودي مثل على اللي انا بقوله ده، لما النهارده مثلا انا جبت كتاب مثلا باللغه الفرنسيه واديتها لطالب، قلت له اتفضل خد الكتاب ده ترجمه لي انجليزي من الفرنساوي والانجليزي، هو قلت له قال لي طب انت عايزه بعد قد ايه؟ قلت له عايزه بعد شهرين، يعني تاخد شهرين مش عايز اشوفك خالص روح ترجمه. هو خد الكتاب وتعب وسهر وعرق وما نامش، عمل كل شيء وجابه لي مترجم بالعربي. هو كده عمل شغله؟ هو بس تعب.
تعب بس ما كانش مركز في التعليمات اللي اتقالت. بالظبط هي دي الفكره. الفكره ان انت النهارده عايز اللعيب مش بس بتجتهد في التمرينات، لا انا عايزك تجتهد بالطريقه اللي انا عايزها. هي دي اللي بتخلي دايما اللعيب عند فايلر درجته تعلى، وبالتالي نشوفه بيشارك وفايلر كمان بيعتمد عليه في المباريات. طيب قياسا على كلامك، فكره التغيير والروتيشن والمراكز اللي لعب بيها هذه المباراه، لو هتكلم على الجبهه اليمنى كان احمد ابو الفتوح قدام، ولا كان مين في طلائع الجيش قدام محمد هاني؟ قدام محمد هاني كان كريم طارق. وكريم طارق واحد من اللعيبه الاقوياء جدا جدا في الدفاع، وحتى شفنا حتى لما كابتن حسام بدري استدعاه للمنتخب كريم يعني لعيب قوي، مع انه خلي بالك كريم كان مع كابتن طارق يحيى كان بيلعبه مهاجم صريح، وساعات كان بينزله في قلب الملعب. مزبوط. كريم من نوعيه اللعيبه الجوكر، وبالتالي انت ما تحبش تلعب على الجبهه دي، لا الجبهه دي انا ابعد عنها، ليه؟ هلاقي فيها تعب، وبالتالي عمرها ما تظهر زي الجبهه التانيه. ما بنقولش بمعنى كلامنا ان الجبهه اليمنى ان الام عملت شغلانه الشغل بتاعها، لا لا خالص، بس الجبهه الشمال لما اقول لك معلول وجيرالدو يعني عملوا مباراه على زولا ازاي بصراحه، كذا تشوف كام كوره اوفرلاب اتعملت على زولا، والجون الاول جه من على نفس الطريقه دي. وكمان جيرالدو كمان كان واخد تعليمات مهمه جدا في الحته اللي بقول لك عليها بتاع الترقيص، اتقال له زولا بيرقص كتير مش من الباكات اللي بيطلع الكره مباشره. لا هو طبعه كده كلعيب، مهما انت كنت تقدر كمدير فني تسيطر عليه مش تقدر. مزبوط. ده طبعه، وبالتالي في كوره زولا لما حاول يرقص فيها جيرالدو حط جسمه خد منه الكوره وقلبها هجمه. فهنا فاير بيسيب من حته مهمه جدا، ان انت مش بس بتبدا هجمتك من عند محمد الشناوي، لا وانا اعمل كده ليه؟ لا انا عندي واحد النهارده بيحب يرقص كتير وعنده مشكله في الطلوع بالكوره، طب انا اضغط على طلائع الجيش من وسط ملعبهم واخد الكوره واصنع هجمتي من وسط ملعب الجيش. ده عشان كده دي اكتر مباراه يا محمد شفنا فيها محاولات. وخلينا اديك رقم مهم قوي، متوسط هجمات الانديه المصريه في الدوري بتتراوح من 10 هجمات محاولات على المرمى، من 10 محاولات 15 محاوله. تخيل انت النادي الاهلي في ماتش الجيش عمل كام محاوله على المرمى؟ ضعف 22 محاوله. 22 محاوله. جاب منهم كام هدف؟ 3 اهداف. اللي يشوف المباراه دي بصراحه يقول لك الماتش ده اقل حاجه يخسر 7 8 كده. كميه فرص كانت غريبه جدا. هو محمد بسام حتى كان متالق جدا في هذه المباراه جدا بصراحه، رغم يعني خلي بالك المباراه قد تكون نتيجتها يعني سلبيه شويه لمحمد بسام، بس شاف الماتش يقول لك هو بصراحه واحد من افضل الحراس في الدوري ومتالق جدا السنه دي. بس اللي عايز اقوله ان فعلا شغل فايلر الذهني والبدني وكمان الانضباط اللي عامله في الفريق ظاهر في المباريات دي، وكان ظاهر قوي 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 في ماتش بيراميدز اللي اوريدي انت كان عندك مشكله نفسيا معاهم، ورغم التاخر في الدقيقه 55 قدرت تجيب هدفين وتعمل كامباك بشكل كويس جدا. كده. طيب بنقيس نفس الكلام على مباراه المصري. وفايلر اتسال في المؤتمر الصحفي على المجموعه اللي هتلعب مباراه المصري ويمكن يتسمى عدد من اللعيبه دول ممكن يلعبوا، فادى اجابه في المطلق لكن بنفس المعنى اللي انت قلته برضو. مش هقدر اقول لك مين هيلعب مباراه المصري بغض النظر عن الاسماء او الشخصيات الا لما اشوف الحاله خلال الايام اللي جايه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن المباراه القادمه زي كل مباراه الناس بتتوقع التشكيل وبتختلف مع على الاقل في عنصر لاعب او اثنين. هو اهم حاجه اعتقد فايلر بيقيس عليها وبيحط عليها التشكيل بتاعه، مش حتى بس بخلاف طبعا الحاله البدنيه، هو اكيد بيشوف لعيبته في التدريبات عامله ازاي واكيد طبعا الحاله الطبيه ليهم، بس كمان هو بيعمل سكاوت للمنافس، هو بيشوف المنافس عامل ازاي. واحد من افضل المدربين بصراحه اللي بيشوف المنافسين، ده حتى احنا حسيناه من بدايه الموسم. الراجل بصراحه كل مباراه حتى في بدايه الموسم كان بيلعب بطريقه مختلفه، خليتنا طب انت ليه بتلعبش اسلوب واحد؟ فبدا فعلا لما نبدا نحلل الامر، لا الراجل بيحط ليه دراسه المنافس اهميه بالغه، وبالتالي هو هيشوف طبعا اكيد مباراه النادي المصري قدام وادي دجله الاخيره تحديدا. المباراه طبعا اكيد طبعا كابتن ايهاب جلال طير فيها رقبة التكيس وتكيس بنياس وكانت مباراة ونتيجتها مختلفة تماما عن مشوار المصري في الشهور الأخيرة. طبعا انا بتكلم كان المباراة دي خلي بالك اللي رجعت الثقة للنادي المصري وكابتن إيهاب جلاوي، طبعا بصراحة عملوا مباراة مميزة جدا جدا، ويشوف طريقة اللعب. خلي بالك انت هتلعب بقى قدام فريق بيلعب بتلاتة في خط الوسط وكمان عندهم بلاي ميكر واحد من احلى اللعيبه ممكن تتفرج عليها، مفتاح طقطق طبعا لعيب مميز جدا جدا ولمسته للكوره حلوه. فهنا اسلوب لعب النادي المصري مختلف تماما تماما عن اسلوب لعب طلائع الجيش. كابتن ايهاب جلال احنا عارفين طبعا طريقته المعتاده، بيبني الهجمه من ورا، طبعا احنا عارفين طبعا احمد مسعود هيغيب طبعا بسبب الاصابه، طبعا الشفاء، وهيبقى في بعض الغيابات في النادي المصري، ولكن اسلوب لعب الكابتن ايهاب جلال مش هيختلف. طب والجبهه طبعا عندهم الجبهه اليمنى فيها كريم العراقي لعيب مميز جدا، لعيب دولي كمان، وشفت طبعا مع المنتخب الاولمبي. فبالتالي لا الفكر هنا اعتقد التشكيل اللي هيبنى عليه فايلر هيبقى بناء على
التحليل الشكل الفني للفريق المصري اللي هيشوفه للنادي المصري. فايلر قال في المؤتمر انا دارس اعلام. نعم. دي رساله بمعنى ايه؟ رغم ان على فكره هي مش مفاجاه للناس القريبه او اللي بتذاكر او بتتابع فكره الرخصات التدريبيه في اوروبا. أي. لان انت في اوروبا لما بتاخد الرخصه البرو او الاي او البي او السي، نعم، جزء من الرخصه التدريبيه انك بتدرس جزء متعلق بالاداره، جزء متعلق بالاعلام، وجزء متعلق بالسيكولوجي والامور النفسيه وي وي وي، مش الامور التدريبيه فقط. طب. لكن كان ليه رساله مهمه جدا. أي. قال يا جماعه انا دارس اعلام. بص انا اعتقد هو طبعا فايلر بطبعه يعني اكيد مع تعامله مع الاعلام المصري في بدايه المؤتمرات ما كانش عنده لسه خبره، لسه بيشوف وبيحدد خبرات بيذاكرنا. اه طبعا من الاسئله، خلي بالك اي مدير فني من الاسئله بيعرف برضه ان برضه بصراحه في بعض المؤتمرات الصحفيه في بعض الاسئله بتبقى خارجه عن النص نفسه، اه بتبقى ملهاش علاقه بالمؤتمر بتاع المباراه، وساعات حتى ممكن السؤال ما يتسالش بطريقه فيها علامه استفهام في الاخر، انت بتلاقي ان السؤال بيحمل وجهه نظر طبعا اللي بيسأل. الزميل طبعا المراسل او الاعلامي الموجود، وطبعا تبقى حاجه مشكله ان المفروض الزميل وهو قاعد او الناس السيد الاعلامي قاعد في المؤتمر ان هو يسال سؤال، لازم الجمله تخرج سؤال مباشر، لا يبقى اخرها علامه استفهام. لازم يكون في علامه استفهام، يعني ما ينفعش تقول مثلا ايه النهارده الاهلي كان وحش، اوكي انا هقول لك فين السؤال، تقول طب ليه، لا ما انت بتقول لي وجهه نظرك، لو هي وجهه نظرك انت ممكن تكتبها في مقال انت حر براحتك، لكن لازم دايما تديني سؤال. فهو طبعا قال الحته دي في وجهه نظري دي، اعتقد ان هو عايز يقول انا لا استفز وانا ما عنديش مشكله معاكم، ما تصنفونيش من المديرين الفنيين هاجي في يوم اقول لك انا مش حاضر وان انا عندي ازمه، يعني برضه هو الراجل بصراحه بنحس ان هو ديسنت جدا بس صارم. وهنا برضه هو علمنا شيء بصراحه يا محمد، يعني ربما احنا متعودين بطبيعتنا ان الصرامه لازم يجي معاها زعيق، دي طبيعتنا احنا متربيين على كده بالظبط، الجموديه وانك تضبط الفريق او حتى تتكلم بصراحه لازم تكون بتزعق. لا فايلر على فكره ساعات بيبقى صارم جدا بس هادي، يعني بتبص على ملامح وشه الراجل طبيعي ما عندوش ازمه بس يعني مقنع كمان جدا جدا بصراحه، وبيتكلم بشكل منطقي. آه. وفعلا لو مش عايز يطلع معلومه مش هيطلعها، فانا اعتقد هو قال التصريح ده من باب ان هو يهدي الامور مع الاعلام تماما، وكمان خلي بالك يحسن الناس ان هو واحد منهم، انا اعلامي زيكم، وهنا برضه بتدي برضه الناس راحه لما يجوا كل مباراه اكيد يسالون. انت عارف في مصر المراسلين بيحضروا ماتش الاهلي هم معروفين، واللي بيحضروا ماتش الزمالك معروفين، الوشوش بتبقى معروفه متكرره. طيب لو بكلمك عن قائمه مباراه الاهلي والمصري بكره، نعم، يمكن طبعا اكرامي، حسام عاشور، محمود وحيد، صالح جمعه، دول خارج قائمه مباراه الغد. نعم. ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود، كريم نيدفيد للاصابه منذ طبعا فتره طويله، لكن نعم، القائمه في محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، احمد الشيخ، فتحي، جيرالدو، محمد هاني، وليد سليمان، افشح، حسين الشحات، ديانج، السوليه، كهربا، مروان بادجي، جونيور، اجاي. نتكلم بنسبه 99% نفس قائمه المباراه الاخيره طبعا مع دخول طبعا اكيد اليو بادجي اللي كان اكيد عنده هي الظروف الاداريه بتاعه الباسبور تجديد الجواز بالظبط بالظبط، وبالتالي اعتقد يعني هي تبقى مباراه اكيد واحده من المباريات اللي ممكن نشوف فيها يعني مشاركه لاليو بادجي حسب طبعا ما فايلر. دفاع المصري بيتفوق في ايه او بيتميز في ايه؟ بص طبعا خلي بالك، شوف طبعا دفاع النادي المصري كابتن ايهاب جلال لحد ما بيشوف يعني من المدربين الفنيين بيلعبوا ساعات بدفاع متقدم جدا، يعني انت بتتكلم طبعا على الثنائي اسلام ابو سليمه وسعيد سومبوري، الاثنين اقوياء جدا والاثنين الفجوه بينهم مش واسعه. يشوف ماتش اللي شايف ماتش وادي دجله ونقار، يعني مثلا كان في مقوله متقال على تكييس واحد من المدربين الفنيين اللي يعني مميزين جدا 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 بتعليم. اللي بيقفل يطلع بالكوره وازاي النهارده يبني الهجمه والى اخره. تكيس يعني انا قلتها كتير، يعني الناس اللي بيتابعوا التحليل بتاعي، تكيس مدرب مش كوتش، ممرن يعلمك ازاي تباصي، يعلمك اساسيات اللعبة وازاي تقف، عنده افكار حلوه في التمركز، ممكن اعداد البدني يبقى ليه راي كويس جدا. وكمان هو بصراحه في التمرير هو راجل محب لجوارديولا، بيرفكت زي الفل، انما كوتش لا، تكيس مش كوتش، تكيس مش المدير الفني اللي مثلا يتقدم 2-0 ويحافظ عليها او يبقى متاخر 2-0 ويرجع. هتشوف الحالات دي دايما بيتعمل عليه ريمونتادات كتيره جدا، هو مش بيكاتشن، هو بيدرب بس. في تحليلك، نعم، فايلر نفس مدرسه جوارديولا؟ لا 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 لا، اختلاف، لا لا طبعا، لا مختلف طبعا. فايلر بص، فايلر هديك مثلا، النادي الاهلي لما هيلعب وادي دجله هتلاقي وادي دجله هيعمل تمريرات اكتر من النادي الاهلي، وندي برضو مثل عشان يبقى الساده المشاهدين معانا في الصوره، احنا بنتكلم يا جماعه معدل تمريرات الفرق المصريه
بعيدا عن اهلي زمالك اسماعيلي اهلي زمالك وادي دجله وبيراميدز الاربع انديه دول بنتكلم معدل يتراوح من 300 الى 400 يعني ما حد يعلى شويه ب 420 ده في عدد التمريرات دي الفرق اهلي زمالك وادي دجله بيكسروا حاجه بيراميدز بيكسروا ال 500 ووادي دجله الوحيد في الدوري اللي ساعات كان بيوصل ل 700 تمام كده تمام ده رقم هيعرفك يقول لك بقى شكرا الاستحواذ واكيد فريق تلعب كره حلوه على فكره نص او 60% من تمريرات وادي دجله كانت بتتلعب في نص ملعب في الخلف في نص ملعبهم انت عملت مزق كتير جدا فايلر بقى ما اقدرش اقول عنها جوارديولا لان فايلر من مدير فنيين اللي بيوصل للمرمى باقل عدد من التمريرات ممكن يدور الكوره قدام الفرق الكبيره عشان يلاقي الثغر انما نقول مثلا واحد مثلا من الاساليب اللي بيتبعها فايلر السنه دي بشكل مميز جدا الهجمه المرتده. الهجمه المرتده لما نبص كده نركز على اي فريق بيلعب كورنر على النادي الاهلي او يلعب ضربه ثابته ودي مثلا ماتش المقاولين. ماتش المقاولين نادي المقاولين شوط تاني كان جاي له ضربات ثابته كتير قوي على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي والنادي الاهلي كان ما فيش مشكله كان بيحط قفشه في قلب الملعب ومطرف الشيخ واعتقد كان ساعتها اجاييه. اول ما الهجمه ترتد من منطقه جزاء النادي الاهلي كنت بتلاقي سبرنتات بتتفتح بشكل سريع جدا. النادي الاهلي من افضل نادي في مصر حاليا بيعمل الهجمه المرتده بشكل مميز ونشوف دايما اول ما هجمه ترتد في ثلاث لعيبه بيجروا الطرفين والبلاي ميكر بيجروا. لاحظت ده من اول لمسه للشناوي. نعم. لما بتكون الكرة في معاه. طبعا. دايما التعليمات الكرة الاماميه بسرعه. ودي تخلي بالك كانت واحده من النقط اللي كنا بنعيب على الشناوي فيها البطء في التحضير للهجمه كان ياخد الكوره ويستنى ودي برضه خلي بالك بتيجي بالوقت احنا دايما طالبنا بيها محمد وبصراحه محمد السنه دي لازم نتكلم بصراحه ان احنا بنشوف مستوى استثنائي يعني النهارده ربما البعض يقول طبعا ساعه ماتش اوروجواي كان اعتقد دي افضل لحظه لمحمد الشناوي ربما في تاريخه والاداء اللي قدمه في المباراه دي بس في وجهه نظري الموسم ده والتصدي بتاع علي جبر في الدقيقة 88 لحد ما فعلا كانت حاجة مش طبيعية، التصدي ده كان صعب جدا خصوصا هو التصدي على الأرض مش عالية. خلينا نروح لجزئية مدرسة تدريب الحراس الأجانب. طبعا. مصر كانت بتفتقدها لسنوات طويلة؟ طبعا. بص طبعا احنا بنتكلم ان احنا قعدنا فترة طبعا يعني اعتقد في وجهة نظري الشخصية بقول ده رأيي انا، كابتن احمد ناجي يعني بصراحة طب في حتة لوحده بصراحة يعني بصراحة كابتن احمد ناجي بشغله واللي قدمه سواء مع النادي الاهلي قبل كده او حتى مع منتخب مصر، الراجل ده تدي اي رقم هتديه له تدي معاه بلس. ده في حتة لوحده. طيب احنا كان عندنا حتة في التمرين والتدريب زي ببساطة حكاية مثلا النهاردة الاهلي والزمالك دايما العقلية ان انا عايز مدير فني اجنبي، عقلية الجهاز الفني يا محمد اختلفت. بقت مشروع جدا. شركة. بالظبط وانت حتى قلت دلوقتي نقطة مهمة جدا، مدرب حراس المرمى الاجنبي هو بالنسبة لنا موضة جديدة، يعني احنا مش معتادين عليه من زمان، كنا دايما نقول المدير الفني الاجنبي بيجي معاه مساعد ولما احماله ولما مانو جيزا خلينا محلل الاداء كنا فرحانين قوي قلنا الله ده جايله اربعه ذا اوسكار ساعتها برافو عليك بالظبط كده ده في اربعه داخلين جهاز فني ايه ده بسم الله ما شاء الله اوسكار كان بيسلم مانو جوزيه في احدى الرحلات في جنوب افريقيا لقيته مسلم مجلد ايوه كان الاهلي ساعتها هيلاعب فرقه اسمها سوبر سبورت من جنوب افريقيا في 2011 لقيته بيسلم مجلد المجلد انت بتتكلم في شكل حوالي 500 ورقه شوف طبعا كل شيء عن فريق سوبر سبورت انا هديك على النقطه انا بس هخلص حته بتاع مدرب حسام هقول لك حته على موضوع السكاوتنج وتحليل الاداء دي مهمه جدا نعرف ليه ليفربول دلوقتي في القمه بتاعت اسمع معلومات غريبه مش معتاده على الكوره بس انا متفق معاك جدا في مساله مدرب حراس المرمى الاجنبي وشفناها بصراحه كانت اول مره نشوفها مثلا مع جنش يعني في الجهاز الفني بتاع جروس مظبوط جروس طور جنش كان بصراحه ممكن نديله كمستوى هو موهوب جدا حارس موهوب بس عشان بصراحه تقدر النهارده تقول انا هحرس مرمى نادي كبير لا انت عايز شغل تاني خالص مدرب حراس المرمى كان مع جروس كان مميز جدا وخلى جنش خده من مساحه لمساحه تانيه خالص حقيقي. نفس الامر بصراحه انا بشيب بمدرب حراس المرمى اللي مع في جهاز توماس بينكل فايلر بصراحه مميز جدا, جدا 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 والشناوي النهارده ببساطه عشان نكون صراحه النهارده الحارس رقم واحد في مصر وفي مسافه بعيده وفي مصر وبصراحه يعني النهارده خلاص انت شفت الاختبارات والحارس المرمى انت بتدي له الرانكينج بتاعه من الاختبارات اللي هو بيتعرض ليها فدي نقطه مميزه جدا اللي بقى عايز اقولها لك في مساله السكاوتنج ليه النهارده الكره اختلفت لما فعلا تيجي النهارده احنا كناس متفرجين طبعا بنحب ليفربول عشان محمد صلاح والكوره الحلوه بتتعمل وكل شيء والريمونتادا على برشلونه وارنولد لما لعب الكوره الكورنر كل ده احنا بنشوف فيه وبننسبه لكلوب لا مش يورجن كلوب بس هو المسؤول يورجن كلوب نفسه ليه تصريح خطير جدا قال لك انا جيت ليفربول
قال لك انا جيت ليفربول بسبب او فضلا لتيم تحليل الاداء في النادي، هو اللي جابني. مش الاداره، هو اللي رشح طريقه تفكيره ولعبي مع الفريق. يعني هم حللوا اداء يورجن كلوب مع دورتموند. وخلي بالك اخر موسم يورجن كلوب مع دورتموند مفنش كام؟ مفنش السابع، نتائج سيئه جدا، فنش السابع. بس هم قالوا ايه في التحليل بتاعهم؟ قالوا ان يورجن كلوب النتائج اللي حققها مع دورتموند في الموسم ده لا تعبر عن الارقام اللي بيبينها الفريق. كان في بعض الباد لاك، وكان في بعض المباريات، او كان في بعض الغيابات اللي اثرت على الفريق، وبالتالي هو الانسب لينا. يعني يورجن كلوب ما جاش باختيار الاداره، لا ده جه باختيار فريق التحليل. تخيل بقى فريق التحليل ماسكه مين؟ عالم فيزياء. عالم فيزيائي اللي ماسك تيم تحليل الاداء في نادي ليفربول، ومعاه اثنين، واحد عالم فيزياء اخر وواحد دكتور علم نفس، دكتور فلسفه مش علم نفس، فلسفه. فانت بتتكلم هنا على تفكير مختلف عن اللي احنا متعودين عليه في الكوره. المجموعه دي تخيل كلوب بيقعد معاه اسبوعيا لتطوير طرق اللعب بتاعته واستخدامه للعيبه. تخيل مين اللي قاله تجيب صلاح؟ التيم ده، التيم مش بالزبط. هو ما كانش هو، لا يعني هو مثلا بيقول لك مثلا انا عايز اجيب مثلا هو شاف محمد صلاح مع روما مميز جدا، قال طب انا عايز اجيب، قال استنى ستوب، هنرجع للتيم بتاع تحقيق اداء ونشوفهم يقولوا لنا اداؤه خلال الفتره الاخيره عامله ازاي. حللوه من امتى؟ من ايام كان مع تشيلسي، فحاجات معينه ملهاش دعوه انت جبت كام جون، ملهاش دعوه انت عملت كام اسيست، ملهاش دعوه انت بتجري بسرعتك كام، ليها علاقه بتحركاته في الملعب وانسجامه، حاجات كتيره جدا. بالظبط. وكمان قالوا ان افضل ثنائيه في الفريق ده هيبقى صلاح وفيرمينو. تخيل ده التيم قال الكلام ده علم قبل ما الراجل حتى يتعاقد معاهم. انت بتتكلم على فكره شركه، مش فكره مش الفكره في شركه كوره، لا انا بتكلم على الجهاز الفني. لان في مره ارسن فينجر في احدى تصريحاته قال انا يعتبر انا بيعتبروني رئيس الشركه، انا المدير الفني بتاع الشركه. طبعا الشركه دي ممثله في مدير فني وجهاز مساعد ومعاون معاه ممكن يكون 12 13 فرد. طبعا جهاز التحليل او مجموعه التحليل الاداء انت بتتكلم في ممكن في 5-6 افراد. ممكن كل واحد فيهم اصلا يكون منفصل في شغله عن الاخر. طبعا واحد له علاقه بالفرقه نفسها، واحد له علاقه بالفرق المنافسه، واحد له علاقه باداء اللعيبه المهاجمه، واحد له علاقه باداء لعيبه خط الوسط والدفاع. طبعا فاصبحت الكره دلوقتي بقت علم ان الجهاز الفني مش فكره مدير فني واثنين مساعدين ومدرب حراس. بالظبط. شركه عباره عن مشروع من مجموعه عمل برئاسه المدير الفني ومجموعه العمل المساعده معاه. برافو. وبالظبط. وبالتالي احنا بنتكلم هنا يا محمد على نقطه مهمه قوي، ان احنا بنتكلم اصلا فريق الكوره مثلا، يعني الانديه الكبيره في مصر، الاهلي الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي، الفرق دي بالملايين، فلوس كتير قوي. التفاصيل الصغيره دي هي طبعا اللي... انت النهارده خش على ويكيبيديا، اي حد من الساده المشاهدين خش على ويكيبيديا، افتح كده، هات كده التكنيكال ستاف او هات الجهاز الفني لبرشلونه او مان سيتي او بايرن او ليفربول، وقول لي كام واحد بس، كام فرد شغال في التكنيكال ستاف، هتلاقي لا يقل عن 40 واحد. لما بتسمع في مصر 7-8 يقول لك ده كتير قوي. ده انت قلت 10 ممكن الناس تقول لك لا كل ده كتير. هتلاقي الجهاز الطبي بس يا محمد، الجهاز الطبي لسه ما تكبش على الجهاز كرة. الطبي قصه ثانيه. الجهاز الطبي ده بتلاقي ثلاث دكاتره في تخصصات، ثلاث دكاتره اصلا ما فيش ريبورتنج لحد فيهم، يعني كل واحد مش بيريبورت للتاني، مفيش حد تخصص، مفيش حد مدير على التاني، لا الثلاثه مع بعض كل واحد التخصص بتاعه، ومعاهم طبعا التيم بقى بتاع اللياقه البدنيه والاحمال ومش عارف ايه والمساج، يعني التيم نفسه ده جهاز فني لوحده، ده جهاز تاني خالص، السكاوتنج ده جهاز فني. تمام. وكل دول بيصبوا عند المدير الفني، كل واحد بقى التخصص بتاعه ما بيعملش دور التاني. يعني مش تيجي تقول لي مثلا ايه النهارده بكلامنا ده، طب على فكره بقى كده يورجن كلوب ملوش لازم، لا 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 طبعا، لا ده هو راس القياده، هو راس المشروع. بس النجاح الكبير لازم يبقى نجاح تيم، مش نجاح فرد او فردين، لا احنا بنتكلم على صناعه بالملايين. والكره النهارده اختلفت، وبالتالي النقطه مثلا اللي كسبت ليفربول في ماتش العوده قدام برشلونه لما ارنولد لعب الكورنر بسرعه، تخيل دي مبنيه على ايه؟ دي مش مبنيه ما حصلتش اعتباطا، لا دي معلومه حطها فريق التحليل في السكاوت بتاع فريق برشلونه. قال له ايه؟ قال له خلي بالك دفاع برشلونه من الدفاعات اللي بتفقد تركيزها في اللحظات الاخيره في الكرات الثابته، ما بينظموش بعض في الكرات الثابته لمده قد ايه بقى؟ من 25 ثانيه ل 30 ثانيه، بمعنى الكره طلعت كورنر تعد من اول ما الحكم شاور على الكورنر تعد 25 ثانيه، هتلاقي ان دفاع برشلونه لسه بيفكروا هيقفوا فين. وبالتالي عمل ايه يورجن كلوب؟ خد المعلومه دي، قعد مع مين قبل المباراه؟ قعد مع الولاد الصغيرين بتوع الكرات، بالظبط رمي الكرات، وقال لهم نركز مع بعض كده، اي كورنر يجي لنا
من اي حته في الملعب على طول تعمل ايه؟ ترمي الكره بسرعه جدا، اوعى إيه تتاخر فيها، لازم تبقى انت التفاصيل الصغيره يا كريم بالظبط. التفاصيل دي جابت له ايه؟ اهلته بطوله للفاينل قدام توتنهام، وبعد كده لما كسبوا الماتش. كانت نفس الناس تفكر بنفس المنطق ده في مباراه الاهلي وبيراميدز الكره الثابته الاخيره الضرب الركنيه، لكن الناس كلها راحت في اطار ثاني خالص. وبص وخلي بالك عايزين فكره ان اللعيبه عارفه قانون كره القدم وحاطط اللعبه بسرعه وعايزه تلعب وتجيب هدف. عايزين نقول حاجه، كل واحد نحترم جميع وجهات النظر، اهم حاجه واحنا بنحقق الكوره تحليل. الكوره تحليل. ودي كمان قضيه تحكيميه، يعني في الاخر فيها لا قرار ده قانوني او القرار غير قانوني، ما فيهاش وجهات نظر لا خالص بالزبط. حتى لو احنا هو في قناه النادي الاهلي، لو الهدف ده غير سليم ولا انا ولا انت نجرؤ ان طبعًا احنا نقول إن الهدف سليم ده قانون، فاحنا بنجيب القانون نقول بالزبط. يا جماعه القانون بيقول الهدف ده سليم ولا مش سليم، القانون قال الهدف سليم تمام بس. طيب هل مباراه طلائع الجيش نعم. مباراه المصري تقدر تدينا مقياس او من المباراه الاخيره، لان كمان مباراه المصري باذن الله ان شاء الله يعني نعم. تكون المباراه ال 15 في الانتصارات المتتاليه، طب مقياس وانعكاس ايجابي على مباراه القمه؟ طبعا شوف اكيد قبل مباريات الكبيره انت محتاج دايما يبقى الفريق بتاعك نفسيا ومعنويا في قمته. النادي انا واخد بالي النادي الاهلي داخل في سكه الارقام القياسيه، فايلر مش مركز معاه خالص ودايما بيركز قوي ان هو ولا انا بقى بكسب وعايز اكسب الماتشات ومش فارق معايا الارقام، انا بلعب وشغل بتاعي ماشي والرقم جه ما جاش انا في سكتي مش مركز معاه. بس برضه نتكلم بصراحه، موضوع الارقام القياسيه لما بنقعد الاعلام يتكلم عليها كتيره لحد ما ممكن تعمل عامل نفسي عند اللعيبه وعند كمان المنافس. ليه؟ لان المنافس هيجي يقول لك ده تحدي، برافو عليك وهبقى النهارده انا اول فريق وقف النادي الاهلي عن الانتصارات. وخلي بالك النادي المصري ممكن يقولها عشان هو كان هو الفريق اللي وقف السلسله بتاعت مايو جوزيه في 2004 2005. فانا مهم جدا عندي حته ان المباريات النادي الاهلي بيلعبها قبل مباراه كبيره، يبقى انت النهارده واخد الدفعه المعنويه مهم قوي وعند الجمهور كمان. واحنا بطبعنا ودي نقولها للسوشيال ميديا تبقى مهمه قوي، السوشيال ميديا انا عارف ان هيبقى فيها وجهات نظر مختلفة على طول. واحنا في مصر بس احنا عندنا حتة دايما اللي عندنا مبدأ هو ايه؟ خالف تعرف، ما اقصدش حاجة والله، بس دايما اللي بيسير عكس التيار هو اللي بيبان بالظبط. فبالتالي الناس بتظن ان الانتقاد الكتير بيخليني انا ابان ان انا فاهم كوره كويس وان انا فير جدا رغم ان انا اهلاوي، بس انا وجهة نظر لم تكن متوقعة بالظبط، برافو عليك. طيب خلي بالك بس في حتة مهمة جدا، في وقت انت لازم تخلي بالك فيه من انتقادك، لازم تخلي بالك من انتقادك. تمام. ليه؟ انت ممكن مثلا النهارده نقول انا هنتقد سين من الناس من لعيبه في النادي الاهلي، اول حاجه هنسالها هل انتقادك اصلا مبني على ارقام او مبني على معلومات صح؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني هل ده وقته؟ لان تخلي بالك في ماتشات زي مثلا ماتش سان داونز، يعني شوف بلاش يا سيدي ماتش ليفربول العوده اهو قدام برشلونه، احنا اتكلمنا عليه كتير النهارده. ليفربول خسران الذهاب كام؟ 3. حلو قوي. لو احنا بنتكلم بنفس القاعده بتاعتنا في السوشيال ميديا بتاعتنا في مصر، اللعيبه بتاعت ليفربول الجمهور هيعمل فيهم ايه؟ وهم مغلوبين في الكامب نو 3-0. كلام كبير. صح كده؟ كلام كبير. جميل جدا. ماتش العوده انت بتلعب من غير كام واحد من الاساسيين بتوعك؟ ابرز الاساسيين الاربعه. اربعه غايبين عنك في ماتش الاياب. ومعظمهم الخط الهجومي. تمام؟ حلو قوي. اللي هم اصلا ممكن يجيبوا الثلاث اربع اهداف. جميل جدا. محمد صلاح نزل في بدايه المباراه بالتيشيرت مكتوب عليه ايه؟ مفيش مستحيل، مفيش مستحيل وفي دفعه وفي معنويه وهكذا، وتلاقي الجمهور كله السكن فول. مغلوبين ثلاثه، مش مغلوبين ثلاثه لسه عندنا امل. ما هو شعار اصلا، شعار ليفربول لم تسير وحدك يعني. اللي اقصده في ايه يا محمد من الجملتين اللي بقولهم دول؟ لازم تختار امتى تساند. وصلت. احنا ما عندناش جمهور في الاستاد دلوقتي، جمهور زمان مشكله. ايوه للاسف. جمهور زمان لو تفتكر كان بيساند. الاهلي يخش في جون تلاقي كل الجمهور بيشجع، كانت اوتوماتيك دي، كانت يعني قاعده، حاجه قاعده اساسيه. أيوة. كلنا متربين عليها طبعا. جيل الثمانينات اللي انا بتشرف ان انا منه يعني، وحضرنا جيل يعني ماتشات التسعينات كلها شفنا، ما كانش في روابط ساعتها، الناس كلها كانت بتروح يعني كل واحد رايح فرداني مع نفسه بالزبط. بس كان في قاعده، الاهلي دخل في جون تشجع، الاهلي مغلوب في ماتش الماتش اللي وراه تروح تشجع، هنا بتساند. العدد كان بيزيد لو انت خسران. دي ملهاش دعوه، خلي بالك عشان مثلا واضحين مع بعض في كلامي، دي ملهاش دعوه لو انت حاسس ان الفريق عنده بعض التخاذل او بعض الاداء السيء على مدار فتره طويله. دي الفرق فيها بقى، لازم تحسب هل في فتره طويله ولا انت بتحكم على ماتش واحد. لا طب ما هو لعيب الكوره مش مفيش بيرفكت،
وفي فرقه في الدنيا ثبت هتفضل كسبه 100%؟ لا مستحيل. يبقى انت هنا خلي بالك بقى، انت مش في الاستاد، في الاستاد القاعده العامه بتسيل على الجميع، كله بيمشي ورا اللي بيقود الموضوع، ان في السوشيال ميديا لا شكرا، ده كل واحد قاعد في اتجاه مختلف عن التاني. وخلي بالك بيخش عنده على التايم لاين يشوف ناس كلها كتبت ايه، وروح هو كاتب حاجه مختلفة خالص، قد تكون غير منطقية، بس هو عايز يكتب حاجة مختلفة عشان وجه النظر بتاعته ايه تبان. جزء من سبب ده اهتمام الاعلام بالسوشيال ميديا، رغم ان المفروض السوشيال ميديا هي اللي تهتم بالاعلام. انا شايف العلاقة عكسية. شوف طبعا هو هي راجعة لحاجات كتيرة جدا. انا في وجهة نظر طبعا خلي بالك عدم ذهاب الجمهور للاستاد اكيد بيخلي النقطة هو اللي خلق التكوين والعقيدة طبعا. وبيخلي عندك النهاردة انت المرجعية بتاعتك عشان تعرف فكر الشارع الرياضي في مصر، احنا مثلا مصطلح الشارع الرياضي طول ما بنستخدمه في الاعلام من ايام زمان كابتن فايز عمر الله يرحمه، الكرة في اسبوع دايما المصطلح الشارع الرياضي بيقول الشارع الرياضي. ايه الشارع الرياضي؟ كنا مش في الاستاد، الجمهور اللي في الاستاد بيعمل ايه؟ توجه بيبان من الهتافات بس، لكن مفيش حد كان نازل القهوه مثلا، يعني ما كانش في حد بيبعت مراسل زمان ويقول لك انزل يا جماعه والنبي شوفوا لنا القهاوي اللي بتحبوا بيحبوا النادي الاهلي والقهاوي اللي بتحب نادي الزمالك بيقولوا ايه؟ ده ما كانش بيحصل. النهارده فكر الشارع الرياضي بيجي منين؟ من السوشيال ميديا، تشوف الترند ايه؟ بالظبط الترند النهارده مركز على ايه؟ فانت بتستقي منه ان الناس عايزه كذا او الناس ما بتحبش كذا، فهي خطره. انا متفق جدا جدا معاك وان احنا فتحنا القضيه دي، هي خطره جدا. ليه؟ لان السوشيال ميديا ملهاش بيز، ملهاش قاعده، وزي ما انت ما قلت هي المفروض تاخد، بس النهارده طبعا السوشيال ميديا بسبب البيزنس تحولت ان هي تبقى هي منافسه للاعلام. ماده دسمه لا مش منافسه، انا شايفها ماده دسمه للاعلام ومنافسه. النهارده على فكره عايز اقول لك حاجه، في صفحات على الفيسبوك بتنافس الصحف وبتنافس المواقع، وفي حتى بعض اللاعبين والمسؤولين بيدوا تصريحات للصفحات اكتر ما بيدوها. ده هو اساسا الصحف والمواقع بيعملوا بيتجاد على السوشيال ميديا. نعم بقول لا راحوا الاتجاه ده مثلا. نعم بقول بص هي في الاخر طبعا، وتاني بناكد ان اكيد الجمهور هو الطرف الوحيد اللي هو حر ان هو يكتب اللي هو عايزه، يكتب اللي انت عايزه طبعا، احنا ما بنحجرش على اراء حد، بس احنا بنحلل بس ننظم المشهد. وبنحاول ننظم الامر اللي انت ساعات لازم نقطه مهمه جدا في الكوره، احنا بنحلل اي شيء في الكوره. في الكوره الرياضي ساعات بيحتاج دفعه معنويه. الرياضي مش مجرد انت بتتعامل مع انت بتتعاملش مع بلاي ستيشن، مش آلة. مش هيتدرب ويجي مدرب ينزله، انا اسف يعني الناس تلعب فيفا مثلا لعبه الكترونيه انت مش معاك اللعيب نازل لك وهو في قمه مستواه الذهني وفي قمه مستواه البدني وانت عارف البار بتاعه هيطلع امتى وينزل امتى. لا اللعيب على فكره لو مثلا ما عندوش خبره دوليه لازم تعرف اللعيبه دي لازم تشد من ازرها. يعني نيجي نقول مثلا ايه، ان احنا فرقنا المصريه في افريقيا بتعاني من ساعه موضوع الجمهور. عمرنا في حياتنا ما سمعنا ان انديه مصر خسرت 3 فاينالات لدوري الابطال نتيجه الاجواء الجماهيريه اللي شافتها في النهائيات بره. لا وهم بيستفادوا احنا بنعرفش. ده انت حتى خيبك يا محمد، انت ممكن اللعيب حالات الدوري بتاعنا انت بتلعب خلف الابواب المغلقه، فاللعيب خلاص اتعود ودنه مفيش ايه، مفيش صوت في الملعب. مفيش صوت. لو انا حتى دخلت لك 50,000 ليك انت على فكره هتهتز، ودي ممكن نسال فيها اي دكتور طبيب نفسي هتهتز طبعا، لان المشهد ده مش متكرر معاه. برافو عليك، مش متعود عليه، في مفاجاه طبعا، ودي بتاثر على الرياضي. والنهارده وكمان دي لعبه جماعيه اللي هي مش لعبه فرديه، يعني ممكن لعبه فرديه هتجيب اللعيب هو اللي بيلعب لوحده وهتقعد معاه السيشن وانتهى الموضوع خلصنا. لما دي فرقه جماعيه عايز تقعد مع الناس كلها، وده برضو بما ان احنا يعني فتحنا الحلقه بصراحه حلوه عجباني جدا، انا بستمتع دايما بالموضوع ده، يوضح اهميه الطبيب النفسي في الجهاز الفني. لو احنا كنا بنتكلم يعني على عدد الافراد في الجهاز الفني مهم جدا. مانويل جوزيه استعان بدكتور محمد فكري في فتره من الفترات وكان قايم بمجهود جبار، لان مانويل جوزيه هو كمان مانويل جوزيه ذكي جدا في التعامل النفسي طبعا، بس اكتشف ان في اوقات معينه الدكتور والطبيب النفسي محتاجه طبعا في الفتره اللي كان موجود فيها. طبعا احنا فكرتنا عن الطبيب النفسي لازم تختلف يا جماعه. الطبيب النفسي مش الراجل اللي بيجي عشان يعالج واحد مجنون مثلا. لا خالص والله. النهارده مثلا انا اتعرضت لصدمه في شغلي، انا ما اقدر، انا لوحدي ما اقدرش، ممكن ما اقدرش اخرج منها، او احتاج مثلا انا لوحدي هحتاج شهرين. لو انا رحت لطبيب نفسي ممكن يخرجني منها في اسبوعين في اسبوعين بس. ده زي بالظبط كده بنتكلم مثلا ايه على التاهيل في الاصابات اللي هي رباط الصليب والحاجات دي، بتسال الدكتور يقول لك لا على فكره المشكله مش في الكسر او في ان الرباط اتقطع، مشكله نفسيه، المشكله في التاهيل. اهم حاجه في التاهيل ان اللعيب يبقى صابر ومؤمن تماما ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وانه يقدر يرجع احسن من الاول، وحتى نفسيا ما يكونش خايف لو نزل تتكرر تاني. بالظبط. وبالتالي نفس النقطه دي اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه للعيبه للطب
هي للجمهور. في ساعات اللعيب ما بيأديش، مش ان هو وحش يعني، انت ما تجيش عشان كده ايه، ما تجيش في ماتش ترفع اللعيب لاقصى درجه في السماء والماتش اللي وراه تروح خاسف بيه الارض. لا، ده انت هنا بتلعب بمشاعره وبتلعب، وكمان هو الناس بتقرا وللاسف الناس بتتاثر وبيقرا التقييمات، الناس بتتاثر ان اصلا حياتهم كلها كل واحد في ايده دلوقتي الموبايل بيشوف كل طبعًا. حاجه بتتكتب والكومنتات وبيخش بيعلقوا طبعا. انت ممكن النهارده بس تحط صوره عاديه جدا، ممكن تلاقي واحد دخل محللك يعني محلل الاداء بتاعك من اول الموسم وسمعك كلام بصراحه قبل مباراه مهمه، جزء من تعامل كريم لو قطعتك، بس جزء من تعامل فايلر النفس مع اللعيبه. لو لقى حد دخل على السوشيال ميديا كذب او حاجه بيتعامل معاه في الملف ده لفتره محدده، ده كويس عشان يستعيده من تاني. ده كويس جدا ان هو مش من الانصار، يعني مش ما بيحبش فكره ان اللعيبه تتعامل على السوشيال ميديا. شوف يعني انا طبعا موضوع مباراه سان داونز يعني اللي كانت في السنه اللي فاتت والخماسيه، وانا اتكلمت عليها كتير وانا ما رجعتهاش خالص لفنيات، يعني انا ككريم لما جيت حللت المباراه دي ما ارجع مش كوره، لا واتكلمت مع الدكاتره النفسيين على فكره، واتكلمت مع دكاتره التغذيه، واتكلمت مع كل الناس ممكن تخيلها بس خارج الكوره. ليه؟ لان انا كانت مشكلتي في المباراه دي لعيبه النادي الاهلي اللي يفتكر المباراه دي بدنيا من الدقيقه 20 مش واقفين، في حاجه غلط. الفريق ده لو راح بريتوريا وساب لاسارتي هنا في مصر والجهاز الفني، هم راحوا لوحدهم، قالوا بيقولوا يا جماعه احنا مش عايزينكم، احنا رحنا الماتش ده بمزاجنا، وهم عملوا خطه مع بعض، مش هيتغلبوا 5 مستحيل، لان القوام بتاع الفريق كان قوي جدا كلعيبه. لكن في اسباب اخرى ممكن تتعلق بالنوم، ممكن تتعلق بالتغذيه، الماتشات اللي حصل قبل ممكن السفر، تتعلق بحاجات كتيره جدا. فانت لو معاك طبيب نفسي بيقدر يحلل الامور، واعتقد يعني جهاز متكامل بقى ساعتها، اللي كان ساعتها برضه عندنا مشاكل كتيره يعني، بس كنت ممكن تتفادى الامر ده. في الاخر حاجه اقول لك، ان شاء الله بمباراه سان داونز الجايه بإذن الله هنشوف حاجه مختلفه عن السنه اللي فاتت ان شاء الله. طب باذن الله وحتى احنا برضو اتكلمنا كتير على موضوع مباريات الساعه 3، واللي برضو دلوقتي ما زلنا مش عارفين سان داونز هيلعب 3 ولا هيلعب 6 زي ما الاخبار اللي جايه. طيب، هناك بتقول بص، بما انك ذكرت هذه النقطه، ايوه، الرجاء ومازيمبي هيلعبوا في الكونغو الساعه 3 صح، هم خلاص ده يوم رسمي. السبت ده رسمي صح، الاهلي وسان داونز يوم السبت 7 مارس ايضا. أي، المفروض الاتحاد الافريقي والمسؤولين عن البث في بث المباريات الافريقيه، سان داونز لو لعب على نفس الملعب اللي واجه بيه اتحاد العاصمه المباراه الساعه 6 صح. معلوماتي ان سان داونز عايز يلعب على نفس الملعب اللي اتلعب عليه البطوله الماضيه اللي هو الساعه 3 العصر. الساعه 3 العصر، ايوه، فالتوقيت المباراتين هيكون في نفس التوقيت الساعه 3. السؤال بين السيستم، هل الكاف يوافق على السيستم؟ اهو ده بقى اجابه السؤال اللي حضرتك بتساله. أيوه، على السيستم اللي ارسل سواء للانديه المشاركه في دور الثمانيه، نعم، المباراه الساعه 3 العصر. اوكي، الى ان يتم حسم الملعب، لان طبعا سان داونز هو ليه الحق ان يحدد الملعب زي ما الاهلي ليه حق انه يحدد الملعب، لكن التاريخ والتوقيت ده حق الاتحاد الافريقي. طب خلينا نعكس بقى، انت الضيف ولا المذيع؟ لا، مش هنا في حقوق البث بتقول ان الماتشات دي لازم يبقاش في ماتشين في نفس الوقت عشان الناس يعني الجماهير والمشاهده معاك صح؟ سان داونز اختار ملعب ما فيهوش اضواء كشف، حلها ايه؟ اه، مازيمبي ملعبه بدون اضواء كشف، هو بيحاول يستغل نقطه طبعا هو شايفها ايجابيه طبعا، فما تقدرش تجبره على انك تلعب مباراه في اضواء كشف طبعا. هو عنده ملعب بدون اضواء كشف والعب باضواء كشف، لان هو في دوري المجموعات نعم لعب على الملعبين. برافو عليك، بالظبط، يعني دي النقطه اللي برضه عايزين نوضحها، ان سان داونز لما بيجي يختار الساعه 3 هو اوريدي عنده ملعب ثاني في اضواء كشفه، ولاعب فعلا في دور المجموعات مباراه اتحاد العاصمه كان اضواء كشفه، الوداد كان بدون اضواء كشف بالظبط. ليه؟ هنا هو بيعتمد برضه هو عنده تيم سكاوتنج على فكره، المعلومه دي ما خدهاش موتسيماني لوحده لا خالص، ده بيرجع. فالناس بتقول له على فكره بص، الوداد او النادي مثلا النادي الاهلي، بما ان هو احنا بنتكلم النادي الاهلي في الدوري في مصر او الكره في مصر بيلعبوا في معادين 5 أو 7 ونص بالظبط، فبالتالي تدريباتهم بتبقى لحد ما في معظم الاوقات متاخره شويه. يعني نادرا ما النادي الاهلي هيتمرن 9 الصبح. لو ماتشك الساعه 3 العصر انت طبيعي هترحل نفسك من اليوم اللي قبليها، انك عايز تنام بدري. فلما هتنام بدري ده معناه ان الساعه البيولوجيه بتاعتك هتختل شويه، والفرق بين حاجتين يا جماعه، الفرق بين الساعه البيولوجيه وما بين ان انا مسافر، مش فرق توقيت، فرق توقيت دي حاجه ودي حاجه. الساعه البيولوجيه فكره ان انا صاحي امتى، فطرت امتى، اتغديت امتى. طبعا لا، هو مثلا احنا بطبيعتنا كبشر، انا النهارده متعود بقالي 6 شهور بنام، بخش بنام الساعه 12. لما اجي ادي اوردر لجسمي اقول له نام الساعه 7 تاني، صعبه جدا هاخد وقت، هنعاني. برافو عليك، هنعاني، هاخد وقت، فبالتالي هي محتاجه تحضير، محتاجه قبليها، انا النهارده هلعب ماتش الساعه، خلاص اتاكدنا
ان الماتش ده الساعه 3 يوم 7 مارس يبقى انا محتاج قبليها اخد بالي يا جماعه، عايزين ناخد بالنا من الحته دي ونرحل التدريبات بتاعتنا والنوم بتاعنا واستخدامنا للموبايلات والتابلتس والحاجات دي كلها، ان دي كلها برده بتاثر على النوم، بتاثر على التركيز والنوم بالظبط. واكلك واكلك هو انت النهارده ماتش الساعه 3 في بريتوريا، انت بتنزل وانت دي طبعا محمد رحت جروب فرقه كتير، وانت هتنزل النهارده الاحماء الساعه كام؟ 2 2 قبلها بساعه صح كده؟ الملعب 1:30 حلو، ما دام هتمارس رياضه الساعه 2 يبقى انت لازم تكون موقف اكل قبلها بقد ايه؟ 3 ساعات مثلا صح كده؟ 11 وقبل 11 دي اذا كنت قايم من النوم يعني انت مش هتقوم من النوم هتقوم تاكل على طول، لا انت هتقوم من النوم وهتغسل وشك وتاخد شاور. كل التنظيم دي هي النقطه اللي انت قلتها في بدايه الحلقه، التفاصيل الصغيره هو ده اللي خلى النادي الاهلي يتلقى خسارته الكبيره في افريقيا السنه. ده في وجهه نظري ما كانتش فني ماتش، مش حته ان موسيماني لعب 4-4-2 واحنا لعبنا 3-5، لا 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 خالص. هم طبعا فريق محترم جدا وفريق عنده مهارات كبيره جدا، بس مش الفريق اللي يكسب النادي الاهلي بخمسه بالظروف الطبيعيه. كمان في السيمي فاينال خرج من الوداد، لان فوز البنزيما وقتها شاف مباراه الاهلي وشاف ازاي صن داونز قدر يكسب هذه المباراه وقفل على مفاتيح اللعب وعدى بالمباراه والاعداد الذهني والنفسي دي مهمه جدا مهمه جدا. ان انا النهارده لازم في مباراه زي دي انا لازم اخش السرير الساعه 9. بس في نقطه مهمه جدا احنا بنتكلم، بما انك انت ذكرت موعد مباراه صن داونز ودي كانت جزئيه مهمه عشان نشرح للناس قبل ما تعرف المواعيد النهائيه، لان على السيستم الالكتروني اللي اتبعت لكل الانديه ده كلام رسمي يا جماعه، يعني الكلام الرسمي مميز. انت محمد في الاخبار الحصريه من كاف انا ملاحظ الفتره الاخيره لا خالص على السيستم الالكتروني المرسل لكل الانديه، لان كل نادي ميلات مع الاتحاد الافريقي انت اتبعت لك بالايميل على الاكونت الرسمي بتاعك في التعامل مع الكاف مواعيد مباراه الذهاب مواعيد مباراه العوده. صن داونز بيستفيد طبعا بتوقيت الملعب ومكان الملعب والنادي صاحب الحق في تحديد الملعب فبالتالي هو عايز يلعب الساعه 3. في نفس الوقت هو بيستفيد بقى من هذه الجزئيه. الاهلي عايز يستفيد بجزئيه مهمه كمان انه لما يلعب مباراه صن داونز في القاهره تكون على استاد القاهره الدولي. انت يعني جبت الايه الاجابه على كل الاسئله اللي احنا ممكن ما نجاوبش عليها واحنا رايحين جنوب افريقيا، يعني ممكن الماتش التالي ده اصلا يبقى خلصنا فيه كل حاجه لو وهم خايفين من كده بالظبط، لو عملنا الحركه دي ان ماتش الذهاب يبقى في استاد القاهره. وخليني اقول لك ليه، استاد القاهره كملعب وكارضيه بصراحه شفناها في ماتش طلائع الجيش من احلى من احلى الارضيات في الوقت الحالي في مصر، غير طبيعيه. مفيش اي ملعب في مصر حاليا ارضيته تقارن بأرضية استاد القاهرة، واستاد القاهرة كمان من الملاعب الواسعة اللي بتفيد طريقة فايلر او بتفيد صن داونز عشان اكون امين معاك، عشان المساحات والسرعات امين معاك جدا، هي بتفيدنا وتفيدهم. بس انا في وجهة نظري استاد القاهرة بحضور جماهيري اذا امكن 30,000 لا انت هتحط ضغط بتتكلم في 50 يا كريم بص بقول انا 30,000 بس يا ريت يا ريت بس يعني في ظروفنا الحاليه احنا لما بنشوف 5000 متفرج 10000 متفرج اللي سبب بنفرح يعني. بس ان شاء الله يعني السنه المسؤولين يقدروا يعني طبعا احنا بنرجو يعني واحنا في ظهرهم بالظبط. فايه الفكره في ايه؟ ان انت عايز تعمل الضغط النفسي والعصبي على المنافس. وادي مثلا بسيط، النادي الاهلي بيلعب فاينل 2008 قدام القطن الكاميروني، فكرتني بمباراه بالظبط في المباراه دي احنا قبليها في السيمي فاينل كنا بنلعب انيمبا وكان مستوانا مش ولا بد بالظبط، اتعادلنا 0-0 في ابوجا وكسبنا هنا 1-0 بصراحه بالعافيه قوي وكان ممكن ساعتها انيمبا كان ممكن يتعادل كان في كل يوم فرصه جت في العرض اعتقد. المهم يعني ادائنا في السيمي فاينل ما كانش هو الشكل اللي يخليك مطمن في الفاينل قدام القطن. البدايه قدام القطن كانت قويه جدا من الجمهور، عملوا تشجيع قوي جدا في اول 20 دقيقه، نتج عنه ايه؟ تشجيع 2-0 ده تشجيع وسحابه كل حاجه وصوت كل وزعير. حاجه فريق القطن نازل الملعب ما شافش قدامه 2-0 وبعديها انت خلاص الماتش خلص على 2-0 ورحت الحمد لله بالزبط. في جروه قدرت تتعادل 2-2 ونرجع بالكاس. فاللي اقصده في بعض الاحيان التدخل النفسي والضغط اللي بيجي من الجمهور الضغط الايجابي ليا مش الضغط السلبي ليه طبعا ليه يعني في الماتشات دي ابدا اقول للعيبه يا جماعه نقدر ونقدر نكرر ونقدر وعايزين نكسب وعايزين نلعب المباراه دي عشان نرد بتاعت السنه اللي فاتت، مش نقول لا يا جماعه مش عايزين بقى نكرر اخطاء لا تفرق الكلام يفرق. عارف مشهد مباراه القطن الكاميروني المشهد اللي حصل ده كان سبب رئيسي في ان الاتحاد الافريقي اعطى جمهور النادي الاهلي افضل جمهور بيست اوف ذا فانس على مدار البطوله في انا فاكر طبعا في البطوله دي بالزبط. كان هو الجمهور كان ساعتها الكاف بيختار برضو افضل جمهور في البطوله المشهد ده طبعا. جمهور الاهلي خد افضل جمهور في الفريق. احنا عايزين دايما نبقى يعني ماشيين زي ما الكتاب بيقول، احنا بنستغل الـ كل الادوات
الا عندنا زي ما انت ما قلت. احنا بنقول احنا بنتكلم اهو يعني موسيماني هو بيحضر لماتش بريتوريا، مش بس هو بياخد القرار من نفسه، لا ده معاه تيم وبيشوفه وبيحلله وبيختار الانسب له، واحنا برضو ان شاء الله اذا اخترنا الانسب لينا في ماتش الذهاب ممكن ننهي المواجهه من هنا من مصر. تعرف انه فارق معاه ان المباراه الاولى مع الاهلي في القاهره عن المباراه اللي كانت هناك؟ اه طبعا مزعله جدا جدا طبعا. هو عايز كاز السنه فاتت وخيبك وعملها عملها معانا مرتين، يعني عملها مع النادي الاهلي في 5-0 وعملها مع نادي الزمالك لو تفتكر في الفاينل لما كسب 3-0 بيبني خطته على المباراه طبعا الأولى. وحتى برضو حتى احنا عندنا مشكله يا محمد في ماتش الساعه 3 العصر فعلا. اللعيبه المصريه احنا حاليا بنتكلم في جيل بصراحه جيل بيسهر، معظمنا بيسهر، كلنا بنسهر. احنا حتى النهارده حتى لما اخش يعني انا كنت حتى قلت يعني في قناه يعني هنا كذا مره اتمنى ان شاء الله باذن الله من الجهاز الفني يعني وهو مسافر باذن الله جنوب افريقيا ليله المباراه او اليومين اللي قبل المباراه يتم مثلا الاستغناء عن الموبايلات والتابلتس والحاجات دي. في تفكير نعم، ويمكن دي ممكن تكون معلومه كده للناس، الجهاز الاداري حاليا بيشتغل على ترتيبات سفر جنوب افريقيا، وحتى الكابتن سيد عمل اجتماعات مع فايلر. نعم، مباراه الذهاب يوم 29 فبراير ايوه في ظرف 24 48 ساعه بعد مباراه الهلال الفريق في جنوب افريقيا. يا ريت ده احسن بكتير ان شاء الله ده احسن بكتير. وخلي بالك احنا اتعلمناها كتير قوي حتى في كاس العالم للانديه لو نفتكر كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي راح اول مره يعني 2005 فرقه النادي الاهلي كان مستواها كان مبهر جدا 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 يعني التطلعات كانت كبيره قبل ماتش الاتحاد السعودي مظبوط، بس مشكلتنا كنا لسه ما فهمناش اجواء اليابان بالزبط. ما فهمناهاش في 2006 رحنا لعبنا ماتش ساك من الماتش الاول قدام اوكلاند، الماتش الثاني قدام انترناسيونال البرازيلي الراجل طلع قال لك انا اول مره اشوف فرقه افريقيه بتلعبني كره على الارض مظبوط. فاللي عايز اقوله التحضيرات دي مهمه جدا. ونقطه ثانيه موضوع التابلتس والموبايلات قبل المباراه ايه اهميتها؟ اهميتها ان انا وانا ماسك الموبايل مثلا هدي مثلا بسيط قوي، انا بخش مثلا قلت هنام الساعه 10 فالموبايل معايا، قلت طيب انا جات لي نوتيفيكيشن الموبايل عمل فايبريشن كده، فقلت طيب هبص على النوتيفيكيشن وايه وانام مظبوط. النوتيفيكيشن تخليني تقول لي مثلا ايه ان في حد بعت لي مسج انا ككريم هعمل ايه؟ طب هرد على فلان وايه وهكمل نوم، فرد على فلان ففلان اونلاين رد عليا فراح رد عليا خلاص فرديت عليه. المهم ايه فتحنا الموضوع كده سريع قوي، انا فوق كنت انام الساعه كام؟ 10 ببص في الساعه لقيتها 12 انا حد هنا هيلحقني في الموقف ده؟ هل في حد ورايا ممكن يقول لي يا كريم خلي بالك المفروض نام الساعه 10؟ ده مستحيل، انت مستحيل هتحط واحد على كل الاوقات بتاعت اللعيبه، ده مستحيل فعلا يعني فعليا ما ينفعش يتنفس. فكان ممكن نحد منه ازاي؟ يا جماعه احنا عايزين نهتم بالماتش ده والفتره دي بس، وهنستغنى عن الموضوع ده يومين اثنين مش هيحصل حاجه يعني، وبعد الماتش بعد ان شاء الله ما نحتفل بالتاهل خد الموبايل والنادي كمان يشتري موبايل زياده لكل لاعب. بمناسبه كلامك ده كان حصل الكلام ده ايام الكابتن وائل جمعه وابو تريكه لما كان الجيل الصغير اللي كان طالع وقتها سعد سمير وتريزيجيه. ايوه فاكر وقتها في مساله الموبايلات وكان بيبقى بيتم الاتفاق لو كسبنا وعدينا ليك ايفون ليك تابلت ليك كذا يا سيدي. فاكر انت العوامل التحفيزيه اللي كانت بتحصل وقتها دي؟ طبعا، بس اهم حاجه بص الحياه ربنا سبحانه وتعالى خلقها على سيستم واحد، كيفما تزرع كيفما تحصد. ودايما دايما احنا متعلمين كده من صغرنا، اعمل الواجب الاول قبل ما تفكر في الفسحه. اعمل الواجب صح، اعمل الواجب الاول لما تعمله هتستمتع بالفسحه. تمام، لو رحت الفسحه الاول هتلاقي الواجب بتاعك ما بقاش عندك وقت تعمله. طيب ايه سر تفوق انديه شمال افريقيا على الفرق الافريقيه الفترات الاخيره؟ اه شوف طبعا خلي بالك احنا بنتكلم معظم المواهب اللي كانت في الفرق الافريقيه كلها وقت بتطلع في اوروبا ودي وكمان موضوع الاكاديميات ده خطير جدا. فرقه زي اسك اشانتي كوتوكو يعني فرق كبيره جدا في افريقيا دي كانت يعني مناجم انها تطلع لعيبه دلوقتي بتختفي بسبب ايه؟ بيجي اياكس يروح عند النادي يقول له بص انا هعمل لك الاكاديميه وبتاع. اياكس اول ما بيلاقي اللعيب عنده 15 16 سنة وعنده بوتنشال او مؤهل جدا جدا هو يعني يبقى لعيب كويس على طول بيسحبه. فالكرة في غرب افريقيا وفي وسط افريقيا وفي جنوب حتى اندية جنوب افريقيا ما عدا دولة جنوب افريقيا يعني لحد ما بقت المواهب تقل جدا. اللي محافظين على السيستم لسه مصر وتونس، وحتى برضه في الجزائر الاندية في الجزائر ما بقتش زي ده حاليا الأول. في اكاديميات في الجزائر بتلعب بطولات افريقية مثلا اكاديمية برادو بتلعب كونفدرالية صحيح، بس اللي اقصده عايز اقول ايه يا محمد؟ عايز اقول ان الثلاث دول اللي محافظين على قوتهم في الكرة الافريقية مصر تونس مغرب المغرب، بس احنا سيستمنا زي بعض ده حقيقي، احنا شبه بعض جدا في حاجات كتيرة قوي. ربما هم بيمتازوا عننا في موضوع الكشافين،
هم ككشافين عندهم كشافين عينهم كويسه جدا في اختيار المواهب من افريقيا. وكمان فكرتين نقطه مهمه، وجود وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي في اتحاد شمال افريقيا خدم بشكل قوي طبعا على الانديه التونسيه وتحديدا الترجي. اكيد طبعا سمح له فكره ان يكون نص الفريق الترجي طبعا سبعة ثمان جزائريين ثمانية حتى الاعلامي التونسي كان جه مره وصف يعني الترجي الرياضي الجزائري طبعا. لا طبعا واكيد طبعا، حتى برضه فكره الاستبدال اللي اتنفذت بصراحه بشكل استثنائي، يعني انت مستحيل تبقى البطوله ماشيه بسيستم وماشيه بقواعد وفجاه تيجي في النص تقول والله يا جماعه هنطلع فكره طب انت طلعت بناء على ايه؟ ايا كان يعني في الاخر مش عايزين نطلع اي حجج، واحنا ما بنتحججش، عمر النادي الاهلي ما بيتحجج بشيء. اللي عايز اقوله ان في تونس والمغرب بيبقى عندهم بعض الامتيازات عننا كمصر، بتكلم كمصر ككلها كانديه، في فكره الكشاف الرياضي، هم عندهم عيوب، وكمان اللغه اكيد طبعا بتفيد جدا، بتفرق كتير. انت عارف طبعا هم بيتكلموا فرنساوي كويس بشكل جيد جدا، معظم الدول الافريقيه بتتكلم نفس اللغه، فدي بتخلي اللعيب حابب ان انا اروح هنا. طب بس اكيد في نفس الوقت برضه لما تسمع أجاييه في أولمبياد 2016 وهو النادي الأهلي بيتفاوض معاه وتشوف هذا كم من الفرح، وإن هو سعيد جدا جدا النادي الأهلي يكلمه وهو في السن ده. النادي الأهلي برضو ليه اسمه وليه قوته وليه، بس إحنا دايما عايزين نشوف إيه الناقص عندنا وإيه المميزات عند الآخرين عشان نعمل زيها، عشان دايما نبقى إحنا دايما سابقين بخطوة. طيب آخر سؤالين في الحلقة عشان للأسف وقتنا جري معاك بسرعة. هل انت قلق من فكره الاحداث الافريقيه والاخطاء او المشاكل الموجوده جوه الاتحاد الافريقي على مسابقات الانديه؟ قلق من انتظام المسابقه، من القرارات الفنيه، من تطبيق تقنيه الفار في دور النصف النهائي لو الاتحاد الحالي في مشاكل مش موجود؟ بتحليلك باحساسك بتوقعاتك معلوماتك شايف المشهد ازاي؟ بص لا طبعا اهم حاجه نتكلم عليها التحكيم اول حاجه، دي اكتر حاجه الواحد بيخاف منها في افريقيا. لكن لو بصراحه حكام افريقيا كلهم زي فيكتور جوميز زي رضوان جيد. لو النفس النوعية دي هي اللي بتحكم أعتقد ما حدش هيزعل. هتزعل ليه؟ زي مصطفى غربال الجزائري مثلا وحتى لو حصل خطأ، ما كل الأندية بما فيهم النادي الأهلي كله بيستفاد ساعات وساعات بينضر، ده طبيعة الكورة. لكن نفرق ما بين انك بتحجمني، لا وخلي بالك نقطة مهمة جدا يا محمد، في أفريقيا أيوة. في أفريقيا الحكم ما بيحسبش عليك خطأ واضح، الحكم بيحجم زي ماتش الوداد، زي ماتش سان داونز بكاري ماتش الوداد هنا. يعني مثلا انا هقول الترجي ماتش 3-0 العوده في تونس، لا مفيش اي ظلم تحكيمي، مملكه سيما الاسيوي ما حصلش بصراحه، ما شفتش اي خطا تحكيمي النادي الاهلي تعرض، مش في اي حاجه خالص، ماتش فير بالظبط كده. ونادي الترجي بصراحه رغم الغيابات استحقوا المكسب ومبروك وانتهى الموضوع. لكن ماتش الوداد لا، ماتش الوداد بكاري جسامه كان بيحجم، كان متعمد انه يحجمك. يحجمك في ايه؟ ما يدكش حقك حوالين منطقه الجزاء، ما يدكش الفاولات اللي انت بتستحقها، يديك انذار مبكر عشان يخلي اللعيب ما يلعبش بكامل قوته بقيه الدقائق. ده مثلا ادي مثلا رضوان جايب مثلا في السودان مباراه، وبنتكلم مباراه فيها ضغط عصبي شديد جدا، لكن الراجل فير، الراجل فير جدا 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 في كل الاخطاء اللي حسبها سواء على النادي الاهلي او سواء على نادي الهلال السوداني، وبالتالي بيقول ان هو من الحكام الجيدين جدا جدا في افريقيا وبتمنى له التوفيق. الحاجه الثانيه بالنسبه للفار، اكيد ما احبش اشوف المنظر اللي شفته السنه اللي فاتت ورئيس الوداد نازل ورئيس الترجي نازل وقاعدين، ولما اتكلموا قال له والله خلي بالك احنا كنا قايلين لك ان الفار مش شغال عشان الكهرباء ما كانتش شغاله او البطاريه ما شحنهاش. طبعا بصراحه مشهد كان مؤسف جدا، ويخلي اي حد يشوف المشهد ده يقول لك البطوله كانت يعني متحدد الفايز بيها قبل الماتش. مشهد الكونفدراليه والاحداث الاخيره وكلام انفانتينو حتى على الاتحاد الافريقي، طب ده ليه تاثير سلبي على مسابقات الانديه ولا الامر بعيد عن لا الموضوع؟ انا اعتقد ان هو بعيد، احنا بنتكلم على الاتحاد ككامل وبشكل مسؤولين، يعني بعيد عن الفنيات ككوره، وبالتالي اعتقد كمان هياخد وقت، لان برضه بصراحه الاتهامات اللي طلعت اتهامات قويه، وانفانتينو بصراحه برضه قالها يعني شاول لها بشكل بتكلم بشكل مباشر امامهم حتى وكمان في لا وحتى المغرب. وحتى قال على التحكيم برضه، حتى برضه احد الصحفيين المغاربه الاصدقاء قال لي ان هو اتكلم على التحكيم وقال خلاص خد هياخد صفوه من شهر مارس الجاي اول معسكر. نعم دول موظفين لدى الاتحاد الدولي بعقود محترفه. طب وبالتالي احنا دايما نتمنى ان الاتحاد الافريقي بما ان هو النهارده واحد من الاتحادات الكبيره في العالم، وكمان هو المختص بالكوره اللي احنا بالقاره اللي احنا بنلعب فيها، كل ما مستواه بيتقدم كل ما العداله بتزيد لجميع الانديه. طيب جزء بقى متعلق بالكره المصريه. نعم بس بشكل عام قرارات لجنه الانضباط، تنفيذ تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي ار الفتره الجايه في الدوري المصري، المشهد العام في الكره المصريه مشهد يعني بيؤكد ان الدوري السنه دي في ازمات هتحصل اكتر ولا المشهد ازاي في ظل كمان
انا بحاول اجمع كل الاسئله عشان خلاص الوقت بيخلص. مباراه القمه 24 الاتحاد المصري اكد المباراه لن تؤجل وعاقدين العزم على اقامتها. وقال في سياق حديثه كمان ان المباراه صعب تاجيلها لان التاجيل السابق اربك الحسابات. طب كل المشاهد دي يعني بتقيمها ازاي سريعا؟ الفار لا يعني غنى عنه للكره المصريه. الفار هو السبيل الوحيد عشان يخلينا نتفادى الاخطاء التحكيميه الشديده جدا بصراحه يعني. تمام، ده مستوانا، مفيش حكم مصري بينزل يتعمد يعني يكسب حد او يخسر حد. ده مستحيل. نقطه مهمه، مستحيل. مفيش عندنا ولا حكم بيعمل ده. وبصراحه انا مثلا انا بحل ماتشات الدوري لكل الانديه، مفيش ولا خطا اقدر اقولك متعمد، ولكن ده مستوانا بصراحه. الحكم ما عندوش الشخصيه وما عندوش القوه وما عندوش اللياقه البدنيه تخليه قريب من كل الالعاب، فبتحصل الاخطاء اللي احنا بنشوفها. وبالتالي الفار لا غنى عنه عشان يرفع من مستوى الحكام، وفي نفس الوقت كمان يقلل الاخطاء والناس تبقى خلاص كله مبسوط. بس يكونوا جاهزين ليه؟ طبعا عشان ما تعملش مشاكل اكبر. لا طبعا طبعا لازم نتدرب. ما هو حتى خلي بالك برضو الاتحاد الدولي مش هيسمح لك انك تستخدمه غير لما تكون متدرب بشكل جيد جدا. مزبوط. وعندك حكام متاهلين لهذا. بالنسبه بقى طبعا لمواعيد الماتشات وكل شيء، انا دايما بحط بصراحه يعني في ظل الظروف اللي احنا بمر بيها ككوره في مصر بقى في بعض الاعتبارات. انا عارف طبعا لجنه المسابقات عايزه البطوله تنتظم، بس انت عارف ان المباريات في مصر لحد ما مشاهد فيها طبعا. هو اللي حدد المواعيد دي؟ طبعا يعني طبعاً هو اللي لغى ماتش 19 خلاه 20 سوبر وبعد كده 24 دوري. شوف طبعا هو الحمد لله احنا بنتكلم يعني لحد ما السنه دي الدوري ما فيهوش منافسه، النادي الاهلي يغرد وحيدا منفردا خلاص، وبقيه الانديه لحد ما اعتقد المنافسه هتبقى على حاجتين بس. البطولات المؤهله للبطولات الخارجيه في بره مصر، سواء بطولات افريقيه او بطولات عربيه، او البعد عن الهبوط والمنافسه على المراكز البعيده عن الهبوط. وبالتالي المسابقه السنه دي فيها مساحه ننظم فيها ورقنا ومحدش هيزعل، لان خلاص تعرف البطل وفي الاخر هتعرف الفرق اللي هتهبط. اخر سؤال. اتفضل. الاهلي سجل 40 هدف في الدوري. نعم. بس في نقطه مهمه جدا. ايوه. مش ظاهر الهداف. ايوه طبعا. تخيل 40 هدف طبعا وما عندكش الهداف. طبعا. تيم كامل جماعي. نعم، وليد سليمان 6 اهداف مثلا يعني. ده ليه؟ تاني. واحد عشان انت الفرقه جماعيه. ايوه. بشكل كبير جدا، ودايما خلي بالك دور المهاجم راس الحرب عند فايلر ان هو يفتح مساحات للطرفين، ده شيء مهم جدا. وكمان موضوع التسديدات، والسنه دي انت شفت هدفين من عمرو السوليه ولا احلى، واحد في الحرس وطبعا الهدف الاخير. عمرو السوليه بيقدم موسم ولا اروع طلاع الجيش. المهاره دي بصراحه كانت غايبه جدا عن النادي الاهلي لسنوات طويله، وعن خط الوسط تحديدا. بالظبط. وبالتالي انا بشوف ده امر منطقي جدا، بس الفكره ان النادي الاهلي يقترب من 3 اهداف في مباراه توريك ان لا، انا ما عنديش ازمه ان ما عنديش لعيب هداف او ما عنديش مهاجم هداف، لا انا عندي فكره ان الفرقه كلها تبقى بالزبط. عندها قابليه للتهديف. تمام. طيب انا بشكرك. شكرا جزيلا. قدر الامكان حاولنا نلقي الضوء على تفاصيل كثيره ومهمه جدا وارقام، وكان لازم نختم بسؤال عن النادي الاهلي و40 هدف في الدوري، ومع ذلك الفرقه والتيم بالكامل عامل نسبه اهداف عليه. شكرا جزيلا، سعيد جدا بحلقه النهارده، اتمنى تكون عجبت الساده المشاهدين، وبالتوفيق للنادي الاهلي في كل الاستحقاقات الجايه ان شاء الله. وبالتوفيق ليك يا كريم، لانك بجد بتتكلم في الكوره بشكل كويس جدا، بتحلل الامور بشكل واقعي جدا. ومهم جدا نتكلم مع الجمهور الفتره الجايه في الامور الواقعيه والتحليليه عشان الناس تبقى عارفه انت على ارض صلبه وصلت لفين واهدافك ايه. اكيد. كل التوفيق ليك، ودايما منورنا وشرفنا، وبنسعد دايما بالحوار معاك يا كريم بجد. الله يخليك. فقرة كانت مهمة جدا، تقدر تقول فقرة فنية أو فقرة إعلامية، لأن احنا بنلقي الضوء على بعض الملفات سواء في الملف الفني والحديث الفني عن أداء النادي الأهلي، مش فكرة التشكيلة وطريقة اللعب، لا فكرة التفاصيل الصغيرة اللي جوه فريق الكورة، إزاي عندك دكة فيها جهاز فني على أعلى مستوى، مشروع للمستقبل هيبني فلسفة مختلفة للكرة المصرية وللنادي الأهلي. حصل في فترة الألفية الجديدة مع مانويل جوزيه، وتأثيرها كان ظاهر على المنتخبات الوطنية. إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية من النادي الأهلي التأثير الإيجابي للكرة المصرية هيظهر مستقبلا إن شاء الله، لكن مع النتائج الإيجابية، مع الاستمرار في المشوار الإفريقي، مع مباراة صن داونز، مع التوفيق طبعا، ده شيء مهم جدا عشان تقدر تستمر في المشروع اللي انت بتشتغل عليه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.